بنتكلم على فكره كره القدم في اثيوبيا وواصله لفين وحاجات زي كده. رؤيتك وتوقعاتك لماتش النهارده في ضوء اللي انت عارفه عن النادي الاهلي بالسكواد الحالي وفي ضوء اللي انت عارفه عن الفريق المنافس بوضعه الراهن. بص يعني طبعا احنا لينا ذكريات يعني غير جيده مع الكره الاثيوبيه السنه اللي فاتت لما اتغلبنا 2-0 في نتيجه كانت يعني منتخب مصر يعني المرة. كانت نتيجه كانت غير متوقعه على الاطلاق ايا كان السكواد اللي كان بيلعب يعني ما حدث كان غير مقبول على الاطلاق احنا يعني ايا كان السكواد ما حدث غير مقبول ولكن الفروق كبيره جدا يا كريم انا اعتقد الاهلي هينزل بشراسه من اول دقيقه يحاول يسجل هدف او هدفين في اول نص ساعه عشان يجهد يعني خالص على الفريق الاثيوبي ويطلع عنده اي طموح انه ممكن يمد المباراه انه لا يستقبل اتفق مع الجزء اللي انت كنت بتقوليه في اول الحلقه فكره ان احنا ما نستناش للشوط الثاني لا طبعا هيبقى خطر جدا الاهلي لو لا قدر الله ما سجلش في الشوط الاول هيبقى خطر جدا ورغم هيصعب المباراه على نفسه وانا ان شاء الله باذن الاهلي في اول نص ساعه يسجل هدف هدفين ثلاثه يعني ليه لا يعني احنا شفنا امبارح بايرن ميونخ بيكسب 7-0 وهاري كين بيسجل هاتريك حاسس ان الفريق قدامه خلاص قدر يلتهمه فبيجهز عليه وبيزود حصيله الاداء فليه لا الاهلي ما يسجلش 7 و8 و9 امام فريق للتاريخ يعني بالظبط لان الفرق كبير جدا يا كريم الفرق شاسع جدا يعني ان شاء الله باذن الله الاهلي قادر ان شاء الله انه يحقق كمان سكور ليه لا يعني مش بس 2-3-0 لا يبقى في سكور كمان باذن الله اتمنى ذلك لكن في نفس الوقت حذاري من اي تهاون واعتقد ان الدرس عيد من المره الخامسه الدرس كان درس كان مهم وكان درس قاسي جدا.